مساء الخير على حضراتكم من كل مكان. نشكر الرب لأجل المرة الـ24. حد النهاردة اتصل بيا وشجعني وقال لي إن المرة دي هو الفرصة الـ24 لينا إن احنا نجمع مع بعض من أماكن مختلفة. ومن الحاجات المشجعة جدا إن في أسرة كبيرة تكونت في شركة. كل أسبوع بنفرح لما بنقابل بعض وبنصلي مع بعض وبنشوف بعض، ومن مرنمين ومن متكلمين ومن ناس بتلقي كمان أو بتقدم البرنامج. ربنا يبارك كل شخص بيصلي وبيتكلم وبيشجع الخدمة حتى بشير، ده شيء مهم جدا. خلونا نبدأ وقتنا النهاردة، واللي معاه كتابه المقدس يحضره، واللي حابب يعمل شير يشجع اخواته لايف او مسجله بعد ما نخلص، ده شيء هيشجع جدا ناس كتير انها تكون معانا من اماكن متفرقه. بيميز كمان الوقت بتاعنا الخاص ده ان احنا معانا برنامج مهم او سلسله جديده مهمه عن حياه والام المسيح. واحنا اخذنا المره اللي فاتت زي ما حضراتكم فاكرين عن يوسف النجار وارتباطه بحياة المسيح ورحلة المسيح. النهاردة هناخد شخصية أنا بعتبرها بارزة ومحورية مهمة ليا أنا شخصيا وبتعلم منها كتير، هي شخصية يوحنا المعمدان مع خدام الرب اللي معانا وضيوفنا الأفاضل. بيشرفنا يكون معانا الأخ فؤاد من اسكندرية. بنطلب من حضرتك إنك تبدأ معانا الفرصة نصلي ونطلب بركة الرب وإن الرب يتمجد من خلال اللقاء والحلقة. يا رب ننسى ونشكرك من كل القلب لأجل وجودنا الآن يا رب في محضرك، نلتف من حولك وأنت في الوسط قائم سيدنا. نشكرك عشان الفرصة الجميلة يا رب اللي فيها بنحضر لنتعلم ونلتقط كلمات النعمة الخارجة من شفتيك سيدنا. نعم يا رب، إنها فرصة جميلة أن نجتمع مع بعضنا البعض من أماكن متفرقة، من بلدان متفرقة نجتمع أيضا. هذا شرف عظيم لعبدك أيضا، والشرف الأعظم أنك تكون أنت يا سيدنا هو مشرف هذه الفرصة الطيبة. نشكرك لأنك مش بتترك نفسك بلا شاهد، بل باستمرار يا رب بتتكلم عن نفسك في كل اجتماعاتنا والاجتماعات الأخرى، بتعلن نفسك باستمرار يا سيدنا للملأ. وها نحن الآن يا رب في هذا الوقت الطيب اللي فيه بنقضيه مع شخصك في هذه الدقائق المعدودة أيضا يا رب، ننتظر شخصك العظيم متكلما لينا. أنت موجود، احنا مش بنطلبك بالوجود سيدنا، لكن بنطلبك أنك تفتح عن أعين إيمان قلوبنا فنراك في وسطنا سيدنا. كلم قلوبنا إلهنا الطيب، تحدث إلينا. أولا يا رب ملناش حد غيرك يتكلم لينا، ثانيا كمان يا رب ملناش حد أفضل منك تكون أنت محور الكلمة فيما بيننا. يا رب كلمنا، علمنا، ارشدنا، انصحنا يا سيدنا في هذه الليلة. اتكلم عن شخصك فيما بيننا أنت بنفسك، ومفيش من هو جدير أنه يتكلم عن شخصك إلا أنت بروحك القدوس يا سيدنا. عشان كده عايزينك تعلن عن شخصك، عن ذاتك، تعلن عن اسمك فيما بيننا الآن إلهنا الحبيب. يا رب الموضوع شيق والموضوع جميل ان احنا نسمع عن حياة وألام شخص الرب يسوع، ونسمع عن تعاليمك، ونسمع عن شخصيات مثل يوحنا المعمدان او خلافه. لكن الاجمل يا رب ان احنا نسمع عنك انت بصفة خاصة من شخصك العظيم المبارك. اتكلمنا إخوتي عشان يكلمونا يا رب في هذه الليلة. اتمجد فيما بيننا يا سيدنا، اعطي لاسمك
كل المجد يا رب في هذه الليلة. أعطي لروحك القدوس أن ينطلق بكل قوة يا سيدنا لإعلان اسمك وامتداد ملكوتك. سيدنا اذكر إخوتي وأخواتي المتواجدين على الزوم على الهواء على الفيس، اللي تستطيع أنت يا رب أنك تكلم الجميع يا رب. اذكر أحبائي القائمين على هذه الفرصة الطيبة، خدام كلمة، مرنمين، مصلين أيضا، لا سيما مع عبدك أخونا طلعت. احسن للجميع أنت، اذكر كل نفس مستمعة، اذكر كل نفس هتسمع في التسجيلات. اعلن اسمك للجميع. نحن نصلي باسم ربنا يسوع سيدنا، نرجو أنك تذكر الترنيمات والآلات الموسيقية لتستطيع يا رب أنك تعزي تطيب قلوبنا. ارحم الجميع أنت يا سيدنا، اشفي الجميع أنت يا رب، والمس الجميع سيدنا. رحما أيضا يا رب ضعف عبدك أمامك. باسم ربنا يسوع نصلي ونشكرك لأنك أجبت بوليك الكرامة وكل المجد. آمين. 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 نشكر رب أيضا لأجل وجود الأخ ديفيد عادل من كندا. نشكر رب لأجل وجوده معانا. هنرنم معاه الترنيمة الأولى، بعد كده هيكون لينا الجزء الأول من الكلمة عن يوحنا المعمدان مع خادم الرب الأخ أمير راضي. هيتفضل بعد الترنيمة اللي هنسمعها وهنرنمها مع أخونا ديفيد. ربنا يبارك. آمين. اسمك ربي يسوع مانح الخلاص، أنت المنجي وأنت رافع القصاص. اسمك ربي يسوع مانح الخلاص، أنت المناجي وأنت رافع القصاص. اسمك ربي يسوع مانح الخلاص، أنت المناجي أنت رافع القصاص. معظم اسمك يا سيد الحبيب، ما أمجد اسمك فإنه عجيب. هيا نعليه معا، إن اسمه عجيب. هيا نعليه معا، إن اسمه عجيب. اسمك ربي برج حصين ومانع، فيه الأمان فيه السلام للجميع. اسمك ربي برج حصين ومانع، فيه الأمان فيه السلام للجميع. معظم اسمك يا سيد الحبيب، ما أمجد اسمك فإنه عجيب. هيا نعليه معا، إن اسمه عجيب. هيا نعليه معا، إن اسمه عجيب. اسمك ربي يفتح أبواب السماء، فيستجيب من أجله الأب لنا. اسمك ربي يفتح أبواب السماء، فيستجيب أجله الأب لنا. معظم اسمك يا سيد الحبيب، ما أمجد اسمك فإنه عجيب. هيا نعليه معا، إن اسمه عجيب. هيا نعليه معا، إن اسمه عجيب. اسمك ربي عمانوئيل السرمدي، والله معنا دوما وإلى الأبد. اسمك ربي عمانوئيل السرمدي، الله معنا دوما وإلى الأبد. معظم اسمك يا سيد الحبيب، ما أمجد اسمك فإنه عجيب. هيا نعليه معا، إن اسمه عجيب. هيا نعليه معا، إن اسمه عجيب. اسمك ربي ملك الملوك المنتصر، رب الأرباب
من ملكه لا يندثر. اسمك ربي ملك الملوك المنتصر، رب الأرباب من ملكه لا يندثر. معظم اسمك يا سيد الحبيب، ما أمجد اسمك فإنه عجيب. هيا نعليه معا، إن اسمه عجيب. هيا نعليه معا، إن اسمه عجيب. آخر عدد. اسمك ربي موضوع عزي والفخر، فيه حياتي وفيه سر الانتصار. اسمك ربي موضوع عزي والفخر، فيه حياتي وفيه سر الانتصار. أعظم اسمك يا سيد الحبيب، ما أمجد اسمك فإنه عجيب. هيا نعليه معا، إن اسمه عجيب. هيا نعليه معا، إن اسمه عجيب. آمين. مرحبا، أهلا بكم حبايب. يعني قدام شخصية زي شخصية يوحنا المعمدان، أعتقد أنه بصعوبة نقدر نتحدث عن شخصية كهذه، لأنه الرب شهد عنه بنفسه وقال أنه أعظم المولودين من النساء. فيعني في الوقت القليل ده ماذا نقول عن أعظم المولودين من النساء، أعظم الأنبياء؟ لكن هلخص الفكرة اللي الرب شغلني بيها في ثلاث نقاط سريعة. هتكلم عن شخصيته، وهتكلم عن خدمته، وأخيرا مشغول أكتر أتكلم عن ضعفه وشكوكه. من ناحية شخصية يوحنا المعمدان، معروف لنا كلنا أنها كانت شخصية مختلفة، وكانت شخصية مش بتفعل كما يفعل الآخرون، ليس متمثلا بغيره، يعني كان مختلفا ومنفصلا حتى في مظهره، كان مختلفا في طعامه، كان مختلفا في مكان عيشته وسكنه، فهو كان منفصل بكل معنى الكلمة. لكن هذا الانفصال لم يفصله عن العالم، هذا الانفصال لم يبني به أسواراً تفصله وتحجبه عن الآخرين، ولكن اختلافه جعل منه شخصاً يقترب منه الآخرون بشكل مختلف. طيب إزاي فعل هذا يوحنا المعمدان بأنه يكون مختلف، وأنه يكون لبسه مختلف وأكله مختلف، لكن الناس تقترب منه؟ وده الفكرة الأولانية اللي نتعلمها من شخصيته، أنه قد يكون منفصلاً لكنه كان ممتلئاً من الروح القدس. كان ممتلئاً من الروح القدس من شهادة الملائكة أنه يكون ممتلئاً من الروح القدس من بطن أمه. فعندما أكون ممتلئ من الروح القدس سأكون مؤثراً، حتى ولو كنت مختلفاً، حتى ولو كنت يعني غير مشابه، يعني الناس مش هتقترب مني إلا إذا كنت ممتلئاً. فلو كان فقط منفصلاً كان بنى أسواراً عظيمة حوله خلت الناس تنفر عنه، ولكنه لم يكن فقط منفصلاً ولكنه كان ممتلئاً. فانفصاله مع امتلاءه بالروح القدس خلى الآخرين يقتربوا منه. لكن كمان أشوف في شخصيته شخصية المتواضعة، والتواضع الغير مزيف، التواضع اللي هو ليس فقط بكلمات. يعني لما اضطر أن يقول عن نفسه شيء، هو ما كانش عايز يقول عن نفسه شيء، لكن عندما اضطر، لا قل لنا نقول إيه عن نفسك. وما قيل في يوحنا 1:21-22، طيب أنت مش عايز تقول لنا مين أنت، بس قول لنا نقول إيه للناس اللي أرسلونا. هو ما كانش حتى عايز يتكلم عن نفسه،
لكنه عندما اضطر أن يقول شيئا عن نفسه قال أنا مجرد صوت، أنا صوت صارخ في البرية. نوع من أنواع تفريغ الذات، وإنه لا شيء. بس أحيانا كثيرين يقولون إن إحنا ولا حاجة وإن إحنا فعلا متواضعين، ويقولوا كثيرا. لكن يوحنا المعمدان ليس صاحب أقوال، ولكنه أفعاله كانت بتدل على أنه متضع جدا جدا مثل سيده. من ضمن الأفعال اللي بتدل على تواضعه في يوحنا 3:26، المقطع المشهور لينا من 26 ل 30، مقطع بيتحدث عن أنه جم وقالوا له على فكرة ده في ناس راحت للي أنت كنت بتتكلم عنه، هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له، هو يعمد والجميع يأتون إليه. امتحان هنا للتواضع، يعني أنت اللي بتتكلم عنه الجميع سبوك أنت وبدأوا يروحوا لي. ماذا قال؟ الجواب هنا يظهر المعدن. قال لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء. بعدها بيتكلم ويقول في عدد 30، ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. ويقول إنه فرحي كده اكتمل. إمتى فرحك يا حضرة النبي الرائع العظيم اكتمل؟ اكتمل عندما الآخرون تبعوا الذي أنا آتي لأجله. فامتحان التواضع هنا، وتلاميذه في امتحان آخر في تلاميذه في يوحنا 1، تلاميذه اللي كانوا ماشيين معاه تركوه وبدأوا يتحركوا ويمشوا وراء يسوع. بهذا فرح يكمل، هو ده اللي أنا جاي عشانه، إني أنا أبدأ أتحرك وأظهر الذي يأتي بعدي قد صار قدامي. العظمة الحقيقية هي في أن يظهر المسيح. والتواضع هنا مش تواضع مزيف بكلمات، لكنه كان متضعا اتضاعا حقيقيا وأظهر المسيح. فالاتضاع الذي يظهرني أنا كأني أنا اللي متضع وأنا اللي شكلي حلو قدام الناس باتضاعي، هذا ليس باتضاع ولكنه اتضاع مزيف. لكن الاتضاع الذي يظهر المسيح أكثر فأكثر، هذه هي العظمة الحقيقية. ماذا عن فرحه؟ ماذا عن سعادته؟ أين تسعد أيها العظيم؟ ما هي سر فرحتك؟ فرحتي وسعادتي أن الكثيرين يتبعون المسيح، إنه هو يزيد، إنه هو يظهر وأنا أختفي. مش مشغول أكتر بصفاته لأن صفاته كثيرة جدا. هنتقل للنقطة الثانية بسرعة عن خدمته وإرساليته. وخدمته وإرساليته كان واضح إن لها شقين أساسيتين. الشق الأولاني كان بيظهر حالة الإنسان، والشق الثاني يظهر من هو المسيح ويقدمه في المشهد. فالشق الأول بيظهر مين هو الإنسان في ضعفه وفي ألمه وفي تعبه وفي خطاياه، كان يظهر المشكلة الحقيقية لكل فئة كانت بتجيله. كانت بتجيله فئات مختلفة من طبقات مختلفة. ما كانش الشخص اللي يوبخ الناس الضعفة، ولما يجي عند موضوع الملك لا يخاف ويتراجع، لا، لما كان بيوبخ ويحذر وصل لدرجة انه يقف امام الملك ويحذره ويوبخه، وكأنه بيقول لست احتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي حتى اتمم بفرح سعي. أنا مش فارق معايا هيحصل لي إيه، ولا هيتقال عليا إيه، ولا الملك هيعمل فيا إيه ويسوي، لكن اللي فارق معايا جدا إنه الكلمة اللي أخدها من الرب أقولها وفي مكانها
وللفئة اللي الرب يقول لي عليها، وقف أمام الملوك ووبخهم. فالشق الأولاني كان بيظهر حالة الإنسان، لكن الشق الثاني كان بيهيئ الطريق للمسيح، وده ما جاء عنه في النبوات، إنه يوحنا المعمدان يأتي ليهيئ الطريق لشخص الرب يسوع المسيح لكل المجد. طب هيئ الطريق ده إزاي؟ يعني أشوف عبارة جت صغيرة كده في يوحنا 10:41، لو بتتابعوني أحبائي وتفتحوا الشاهد الهام الرائع ده في يوحنا 10:41، فأتى إليه كثيرون وقالوا إن يوحنا لم يفعل آية واحدة، ولكن كل ما قال يوحنا عن هذا كان حقا. وبعد كده الآية الأخيرة رائعة، فآمن كثيرون به هناك. كانوا مجموعة معدية في المكان اللي بيخدم فيه يوحنا، وعندما تذكروا يوحنا ماذا تذكروا عن يوحنا؟ هل تذكروا كلمات يوحنا الرنانة؟ هل تذكروا صوت يوحنا الجهوري؟ هل تذكروا لباقة يوحنا في الكلام؟ هل تذكروا حتى معمودية يوحنا؟ لا، تذكروا شيء واحد، تذكروا ما قاله يوحنا عن شخص الرب يسوع المسيح. إن تأثير خدمتنا أيها الأحباء لا يكون لها تأثير حقيقي إلا عندما يظهر شخص الرب يسوع المسيح ونختفي نحن. الناس افتكرت اللي قالوا يوحنا المعمدان عن المسيح. طب وعملوا ايه في اللحظة دي؟ فآمن كثيرون به. طب يا يوحنا انت شفت الناس اللي آمنت بالمسيح دول؟ ما شافهمش في حياته، ما شافهمش في حياته، لكن كلماته كانت مؤثرة، جابت نفوس للمسيح حتى بعد موته. إن كلماتنا الرنانة اللبقة، الصوت الجهوري، تحركاتنا الكثيرة ممكن ما تعملش تأثير، لكن اللي يعمل تأثير هو كلامنا عن شخص الرب يسوع المسيح. عندما نظهر المسيح في حياتنا ونظهر المسيح في سلوكنا، ويظهر شخص الرب يسوع المسيح أكثر فأكثر ونختفي نحن. هذا عن خدمة يوحنا المعمدان. لكن مشغوليتي الأساسية عن ما حدث في متى 11 ولوقا 7، موقف يعني يوحنا المعمدان العظيم، يوحنا المعمدان الذي شهد عنه الأنبياء إنه الملاك الذي يأتي قدام شخص الرب يسوع المسيح، يوحنا المعمدان الذي جاء ميلاده ببشارة من الملائكة لأبيه. ده يوحنا المعمدان، كيف تقول إنه هل أنت المسيح أم ننتظر آخر؟ لحظات ضعف عدى فيها يوحنا المعمدان، وعندي أسئلة، عندي أسئلة على الأقل 4 أسئلة في الموقف ده. السؤال الأولاني، هل يضعف العظماء؟ نعم، يضعف العظماء. ماذا عن موسى؟ وماذا عن إبراهيم؟ وماذا عن داود؟ وماذا عن إيليا؟ إنهم عظماء جدا، ولكنهم مروا بلحظات ضعف. إحنا معرضين للضعف، وهنا أفرق ما بين الضعف والخطية. المسيح يمارس كهنوته، ولما بيمارس كهنوته بيقول كده يرسي لضعفاتنا. ايه يرسي لضعفاتنا؟ هو كالشفيع يفعل انه يقف امام الله لاجلنا لما نخطئ، لكن ماذا عندما نضعف؟ يرسي لضعفاتنا. ماذا عن الضعف؟ الضعف يعني وانا ماشي في الدنيا وحوالي ألم، وحوالي ضغط من الأقارب،
ضغط من الأحباء، ضغط من الأمور المالية، ضغط من الظروف، ضغط من الأمراض، ضغط من كل ناحية. إحنا بنمر بضغط كلنا، ومحدش فينا ما بيمرش بضغط وألم ووجع. وفي هذه اللحظات يستغل الشيطان هذه اللحظات جدا. يوحنا المعمدان كان في الموقف ده، كان في السجن، فأكيد الشيطان يستغل الموقف ويضغط عليه أكثر فأكثر، فيضعف وننحني أمام الضعف. لكن يأتي المسيح كرئيس الكهنة، ماذا يفعل في الضعف؟ يرسي لضعفاتنا. يعني وأنا ماشي في الشارع وبتألم مثلا، يعني بتخيل بتألم وأنا شايف مطاعم فاخرة وأنا مش قادر أدخلها لأني مش معايا، بتألم وأنا شايف ملابس فاخرة وأنا مش قادر ألبسها لأني قليل الحيلة، بمر الضعف وبقول له يا رب ليه؟ وليه الألم؟ وليه أنا ما عنديش زي فلان وفلان؟ ضعف فضعفت، وبسأل وبقول ليه؟ يجي هنا رئيس الكهنة الحبيب العظيم ويرسي للضعف ويطبطب علي. طبطبته أحلى بكتير من إن يجيني ملايين الجنيهات. طبطبته لما يطبطب علي ويرسي لضعفي ويقول لي أنا معاك، أنا حاسس بيك، أنا شاعر بضعفك، أنا شاعر بآلامك. لما يمارس رئيس الكهنة معانا الإحساس ده، أروع إحساس في الوجود، ومش هنحسه غير في لحظات الضعف، ومش هنحسه غير لما أكون مضغوط، ولما أكون متألم، ولما أكون موجوع، أحس قوي بأنه في شخص عظيم اجتاز السماوات، دخل بدم نفسه إلى الأقداس، دخل إلى الأقداس عينها بدم نفسه، وهو بنفسه العظيم ده بيرسي لضعفي. رسى لضعف يوحنا المعمدان؟ نعم وبروعة، نعم وبروعة. ماذا عن شكوكي؟ أسأل سؤال تاني، هل الله يحترم شكوكي؟ هل الله يحترم لحظات شكي حتى في الله ذاته؟ يجيني لحظات شك، هو أنت فين؟ هو أنت موجود؟ هو أنت مسيطر؟ هو أنت لسه في إيديك مقاليد الأمور؟ العظماء يشكون، وأنا ممكن أمر بلحظات شك. أنا مش أحسن من يوحنا المعمدان، أنا أطلع مين؟ أنا ضعيف، أنا ضعيف. في ترنيمة بحبها من كل قلبي بتقول وأسعى ضعيفا وأستند عليه، ليه؟ حتى كل المجد يرجع إليه. وأسعى ضعيفا وأستند عليه. تعالوا نعترف بضعفنا، بس نروح له بضعفنا. يوحنا ماذا فعل أمام شكه؟ ذهب إلى يسوع ليسأله. ماذا نفعل بضعفنا؟ وماذا نفعل تحت الضغط؟ وماذا نفعل في شكوكنا؟ نذهب إلى اللي عنده الجواب الأعظم، إلى المشير الحكيم وحده. لقد هذا ما فعله يوحنا المعمدان، ذهب ليسأل يسوع. لكن احترم شكوكه؟ طبعا طبعا. ما كانش كان ينفع يقول المسيح يوحنا انت تشك فيا؟ يعني الكل يشك بس انت ما تشكش؟ ده انت الوحيد اللي يعني كنت اتوقع منك عظمة مختلفة وكلام مختلف. لا لا لا، المسيح ما عملش كده، بس راح جاب الناس الرسل وقالوا لهم تعالوا شوفوا، العمي يبصرون والصم يسمعون والموتى يقومون وطوبى لمن لا يعصر فيه. ولما يمشي الرسل ماذا يقول المسيح الرائع عن يوحنا؟ ماذا يقول عن يوحنا؟ أحلى كلام وأحلى شهادة يشهدها المسيح. إمتى يشهدها المسيح؟ في وقت الضعف. لم يشهد المسيح هذه الشهادة في وقت القوة، ولكنه شهدها في وقت الضعف.
قرأت لأحدهم قال هذا إن السماء لا تقول عنا أشياء بحسب يعني هواءها أو بحسب ما تنظره فينا، لكن شهادة السماء هي شهادة ثابتة، هي شهادة ثابتة عنا، وإحنا ضعفاء وإحنا بنشك وإحنا تعبانين وإحنا مضغوطين، المسيح بيرسل ضعفنا وبيقول لني أنا حاسس بيك، وبيقول لك أنت لسه غالي وأنت لسه على قلبي عزيز، صرت عزيزا في عيني مكرما. وأنا ده بيقولها عن مين؟ بيقولها عن يعقوب الملتوي، صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببته. وأنا في وقت ضعفي يرسل المسيح لضعفي ويعلم شكوكي. الضعف خدوا بالكم يختلف عن الخطية. الخطية تقف حاجزا بيني وبين الله، لما أصلي ما أعرفش أصلي، ولما أقترب ما أعرفش أقترب، لأن الخطية واقفة حاجز لازم أروح وأعترف بيها، لازم أروح وأصفي حساباتي. لكن الضعف، الضعف يرسي لضعفي. هل يضعف العظماء؟ نعم يضعف العظماء. وهل يحترم الله شكوكنا؟ نعم يحترم الله شكوكنا جدا. لكن عندي تساؤل آخر في هذا الموقف. يوحنا المعمدان في السجن، والرب بيقول للرسل ده أنا بشفي العمي والصم والبكم وبقيم الموتى. طب يعني سؤال منطقي يعني وبديهي، طب يا رب ما تعمل معجزة مع الراجل ده حبيبك، هذا الرجل العظيم، يعني ألا يستحق معجزة صغيرة من مئات المعجزات التي تفعلها؟ هو أنت ما ينفعش تقول كلمة يموت هيرودس وتموت هيرودية؟ أنت ما ينفعش تقول كلمة فتفك قيود يوحنا المعمدان المسجون؟ ده ينفع تقول كلمة يوحنا المعمدان يخرج من سجنه، لماذا لم تفعل المعجزة؟ وهنا أفتكر دايما شخص الرب يسوع العظيم، إنه يهمه قوي مش احتياجاتنا، ويهمه قوي مش تلبية مطالبنا، لكن يهمه قوي شخصياتنا، يهمه قوي عمقنا الروحي، يهمه قوي نضوجنا أكثر بكثير من تلبية احتياجاتنا. احتياجاتنا لتعلم طلباتنا أمام الله لقد عرفت ومعروفة، بس ممكن يكون ضاغط شوية، وممكن يكون سامح بالسجن، وممكن يكون سامح بالكثير والكثير عشان الشخصية تعمق أكبر وتنضج أكتر. وكأن اللي بيسأل يوحنا المعمدان أحدهم قال كده، اللي بيسأل الرب السؤال ده، يا رب ليه ما تعملش معجزة لمحنا المعمدان؟ أتوقع يعني أحدهم قال كده مش من عندي، أتوقع رد الرب للشخص ده يقول له إيه؟ يقول له هو أنت بتحب يوحنا المعمدان أكتر مني؟ هو يوحنا المعمدان غالي عليك أكتر مني؟ يوحنا المعمدان ده الأعظم، ده ما فيش نبي زيه. أنا بحب يوحنا المعمدان، أنت يا اللي بتسألني ليه ما بتعملش معجزة من يوحنا المعمدان، أنت ما بتحبش يوحنا المعمدان قد، بس أنا عارف الخير ليوحنا المعمدان مش في المعجزة، الخير في حاجة تاني خالص، الله يعلم. يوحنا المعمدان قيل عن يوحنا المعمدان نفسه إنه لم يفعل ولا آية واحدة، هو نفسه ما عملش ولا معجزة واحدة. الفكرة مش في المعجزات، والفكرة مش في الآيات، والفكرة مش إنه الله يفعل لنا ما يحلو لنا واللي نطلبه واللي نحلم به، وكأنه الله ينتظر ما نحلم به وروح يقدمه لينا. ما احنا مقربين من الرب ليه؟ امال ايه فايده، يعني ايه الفرق ما بيننا وما بين اهل العالم؟ ان الرب يلبي لنا طلباتنا، ان الرب يلبي لنا احتياجاتنا، ان الرب يهنينا ويسعدنا ويعطينا اموال. لا، لقد فهمنا
حبيبنا بشكل خاطئ. الحبيب ممكن يضغط أكتر عشان يكبرنا، مش يوسعها علينا وكأنه مصباح علاء الدين اللي بيعطي ويعطي ويعطي. هو هيعطي وكل هذا يزاد لكم، لكن أهم بكثير هو أنا مش العطية، يهمه الشخصية مش العطية. فلماذا لم يفعل المسيح المعجزة؟ لقد كان عنده أهم بكثير. يوحنا المعمدان وشخصيته أهم من المعجزة. إن الله يحترم ضعفنا ويرسلنا، إن الله يحترم شكوكنا ويجيب عنها. إن الله لديه مشروع خاص لكل شخص فينا أهم بكثير من أي تلبية لاحتياجات أو حتى شفاء لأمراض أو حتى وقف لوباء أو حتى يهمه إن أنا أستفيد من الدرس وأطلع راجل وأطلع شخصية عظيمة عميقة روحيا. وإيه هو مفهوم العظمة عند يوحنا المعمدان؟ مفهوم العظمة أن يتقدم المسيح، مفهوم العظمة أن أختفي أنا وما أظهرش في المشهد. يلي متضايق قوي على كرامتك، يلي متضايق قوي على انهم قالوا عليا، ويلي متضايق قوي على انهم ما قدرونيش وما سالونيش ما سالوش عليا، وي 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 وي. تعالوا بينا من جديد نتعلم من هذه الشخصيه الرائعه. ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. نتعلم من هذه الشخصية الرائعة بهذا فرح يكمل. إمتى فرحك كمل؟ لما التلاميذ اللي كانوا معايا راحوا مع المسيح. بهذا فرح يكمل لما الكثيرون يتركوني ويتبعوا المسيح، لما هو يظهر وأنا أختفي. تعالوا نتعلم من هذه الشخصية أن ننفصل عن العالم ونختلف عنه، ولكن نمتلئ بالروح القدس، فيكون اختلافنا وانفصالنا مرتبط بامتلاءنا بالروح القدس، فنؤثر فنكون مؤثرين. تعالوا نتعلم من هذه الشخصية انه يكون لنا هدف واحد. اختم بالفكرة اللي الرب يعني بعتها دلوقتي، انه لما كان في مشكلة وقالوا انه في القدر موت يا رجل الله، راحوا الأريشع وقالوا له في القدر موت يا رجل الله، إلا كان إيه إجابة إليشع؟ قال هاتولي دقيق، وأضاف دقيق إلى الموت فذهب الموت وما بقاش في القدر موت. والدقيق كلنا عارفين أنه بيشير للمسيح. لما يكون في أوانينا موت، لما يكون في الحالة اللي حوالينا موت، لما يكون في حوالينا أمور كلها ونسير في وادي ظل الموت. وادي ظل الموت يعني أصبح الموت قريب مننا كظلنا. وادي ظل الموت، أصبح الموت قريب كالظل. ماذا نفعل؟ هاتوا دقيق، نضيف المسيح، نحط المسيح في المشهد. شخص الرب يسوع المسيح يظهر فيختفي الموت، المقام من الأموات يظهر فتأتي الحياة، تأتي الحياة فيذهب الموت، تأتي الحياة فيختفي مشهد الظلام. تعالوا نضيف دقيق كل يوم على حياتنا، نتكلم عن المسيح، نشهد عن المسيح، نقرأ عن المسيح، يكون الأناجيل الأربعة موضوع لهجنا طول الأيام. فعندما يظهر المسيح في حياتنا نختفي نحن، وهنا تأتي البركة لكل الناس. شكرا اخي امير، ربنا يباركك، وشكرا لكل كلمه سمعناها عن يوحنا المعمدان. حقيقه دروس نافعه جدا لينا لخدمتنا وشخصياتنا ولحياتنا مع الرب في هذا الوقت بشكل خاص. بنشكر الرب لاجل كل شخص موجود على الفيسبوك وعلى زوم معانا، كل شخص عمل شير، ربنا يبارككم ويستخدمكم اكثر فاكثر. عشان اختصارا للوقت، هيكون معانا فرصة للصلاة ومشاركة من الصلاة،
مع الأخ الفاضل الشيخ جمال أمين من مصر، وبعد الصلاة هيكون لنا ترنيمة مع أخونا الأخ ديفيد عادل، ثم كلمة مع خادم الرب الأخ طلعت في يا ريت حضرتك تفتح المايك أخي جمال. يا رب نشكرك نباركك ونعظم اسمك لأنه بحق لكل كمال رأيت حدا، أما شريعتك فواسعة جدا، وهكذا نرى في عبيدك الذين اقتربوا منك جدا. عبدك موسى يقول إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعرفني طريقك لأعرفك، وعبدك بولس يقول لأعرفه وهو بهذا القدر من العمق. وهكذا سمعنا في هذه الكلمة المباركة عن يوحنا المعمدان في وقت الضيق الشديد عندما أرسل ليسأل هل أنت هو الآتي أم ننتظر آخر، لم توبخ ضعف معرفته أو ضعف إيمانه، لكنك امتدحته أمام الجميع. وهكذا أنت معنا جميعنا، تنظر لضعفاتنا، وحتى إن كان هناك نظرة عتاب مثل ما نظرت إلى بطرس فأذبت قلبه، فهي لتقويم عبيدك وأولادك. ما أعظم جودك وما أكرمك سيدنا المبارك. أعطنا بحق يا رب أن نعرفك حق المعرفة، أن نحاول في كل يوم أن نتعلم الجديد عن شخصك الكريم المبارك. ما زلنا محتاجين لك يا رب، وما زلنا صغار عن أن ندرك مدى شخصك الكريم، لأنه بحق ما أبعد أحكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافأ، لأن منه وبه أن ندرك هذه الحقائق، وأن ندرك أنك كل أعمالك معروفة لديك منذ الأزل، فتطمئن قلوبنا في أقصى درجات اليأس والضعف. اذكر عبيدك رب الذين تستخدمهم، واذكر هذا البرنامج ليأتي بثمار كثيرة. نفرح كثيرا بما أشار إليه الدكتور سامويل في أول الجلسة، وهكذا نطلب الكثير والكثير جدا. في اسمك القدوس ولاسمك نهدي الكرامة وكل الحمد، آمين. زي ما سمعنا عن الضعف، قد ايه محتاجين ان الرب يمسك الايد ويقوي. امسك يدي وقودني كما تشاء لساعة اختطافي الى السماء. يسوع سر امامي فاتباع، وحيث ما تسير حزني معك امسك يدي وقودني كما تشاء لساعة اختطافي إلى السماء. في الضعف قوي عزمي برحمتك، فتستريح نفسي في نعمتك. امسك يدي وقودني كما تشاء لساعة اختطافي إلى السماء. كل اتكالي دائم
أبي تموت ما إنا بين يديك، امسك يدي وقودني كما تشاء، لساعة اختطافي إلى سماء. مهما يكن طريقي وسط الظلام، أنا بفضل منك فيض السلام، امسك يدي وقودني كما تشاء، لساعة اختطافي إلى السماء. نشكر الرب جدا على حضور الرب وعلى حضور حضراتكم المشجع. بنتعزى كتير بأخبار الاجتماعات والكنائس، وبنشكر الرب لأجل ما وصلنا إليه، حيث الرب شفى تماما أخت كان عندها كانسر في الدم، لكن سمعنا خبر ورسالة طيبة الرب شفاها، وزوجها ممنون للرب ولحضراتكم بالصلوات. أيضا بيطلبوا الصلاة لأجل ابن يحتاج الرب ويكون سبب بركة لكثيرين. بنشكر الرب أيضا لأجل سلامة كثيرين كانوا مرضى، الرب تمجد ولمسهم، وما زال استمرارية كثير من الاجتماعات والأماكن برغم المستجدات المعروفة، وبنواصل الصلاة عشان الرب يتمجد في الأماكن المغلقة، خاصة في الهند وبعض الدول الشرق أوسطية. عفوا، الرب قادر أن يجرى عجبا ويصنع مفتخر. ياريت الأخ فادي كمخرج يحط لنا أشعية 40، حيث نتحدث عن المعمدان والمسيح، كما سبق وتحدث الأحباء الأسبوع الفائت عن يوسف النجار والمسيح. فنلاحظ في أشعية 40 نشوف دور النبوة. فالأعداد الأولى: عزوا عزوا شعبي. أيها الأحباء، هنا صوت الرب بنفسه المعزي لنفوسنا ولكل النفوس، ليس فقط للأرض أو أورشليم الأرضية، لكن لكل مؤمنين عهد قديم وعهد جديد، حيث أورشليم التي هي أمنا جميعا. الجزء الثاني من عدد 3 لعدد 5 بنشوف صوت المعمدان، والكلام ده لا ينطبق إلا على المعمدان، صوت صارخ في البرية، وسنرجع إليها. لكن من 6-8 بنشوف صوت الإنسان، وهذا الإنسان نقدر نقول عنه كف عن الإنسان، وبنشوف الإنسان في إنه نفخة وإنه عشب وإني ذبل، لكن التغيير الإلهي سيحدث كما سنرى. لكن من عدد 9-11 بنشوف صوت المبشر، صوت الخادم. حقيقة احنا دلوقتي منتظرين صوت الرب للتعزية، وحيث نتأمل في المعمدان في الجزء الثاني من 3-5، فبنقول بالروح القدس ان هو اتحدث عن نفسه وقال انا مجرد صوت صارخ، فانا بوق لكن الصارخ فيا هو الرب. أنا بتكلم عن التوبة، لكن الإيمان الحقيقي بالرب. أنا بتكلم عن التوبة كتغيير جذري والحيدان والبعد عن الخطية، لكن بقول لكم إن في شخص عظيم جدا لابد أن تؤمنوا به وتثقوا فيه، وهذا هو الإيمان ترجعوا إليه، زي ما ذكر في التسنيك الأولى الأصحاح الأول وعدد 9-10. كيف رجعوا وارتبطوا؟ رجعوا لله بعد ما تركوا
وبيعبد الله الحي الحقيقي وينتظروا ابنه من السماء. وبنعرف من سفر الأعمال أصحاح 20 وعدد 21 المنادات بالتوبة والإيمان، ودول وجهين لعملة واحدة. أيها الأحباء، كل ما نملكه أن نقدم للنفوس إعلان للتوبة والإيمان. شوف اقرأه، شاهد اليهود يرنم بالتوبة إلى الله والإيمان الذي ربنا يسوع المسيح. توبة وإيمان، شقين يا أحبائي مهمين، وجهين لعملة واحدة، وهذا هي المنادات الصحيحة بالإنجيل بشخص ربنا ومخلصنا الرب يسوع المسيح. فإحنا أصوات يا أحبائي، مجرد أبواق يا أحبائي، لكن علينا كما كان هذا الرجل يعد طريق الرب، أي يهيئ طريق الرب. والحقيقة في أربع حاجات لابد أن تحطم ليعد هذا الطريق. أول حاجة، الوادي يمتلي، فالوادي يمتلي، فالناس جاية بضعفها، جاية باحتياجها، والوادي ده أقل مكان بتنزل فيه الخيرات والأمطار والغيث، فلابد أن يمتلئ. وهنا التائبون والمتواضعون الذين يخلصون. طب وإيه الجبل والأكمة؟ هؤلاء هم المتكبرون والمراؤون مثل الفريسيون والكتبة، لابد أنهم يتوبوا ويرجعوا. والمعوجات يعني في عوج، يعني في التواء، يعني في خداع. وهؤلاء كانوا حين ذاك العشرون وأمثالهم، وفي العهد القديم في يسوع 9 الجبعونيين أمام يسوع. وإحنا بنقابل هؤلاء يا أحبائي، بنلاقي ناس متواضعة سهلة تصل إليها الكلمة، وبنلاقي ناس في غاية الكبرياء، وبنلاقي في ناس ملتوية وخادعة. أما أربعة شعاب، وهنا أي اللي نازلين في يتعاملوا مع الآخرين، وهم قد يكونوا ضعفاء زي الجنود اللي قدامنا في لوقا أصحاح 3، والرب حطوهم بطرق عجيبة جدا. ارجع للوقا أصحاح 3 في عدد 10، وسأله الجموع قائلين فماذا نفعل؟ أجابهم. 2، وجاء عشرون في عدد 12، لوقا 3:12 أجابهم. شوف في عدد 13، وسأله جنديون إلى نهاية الحديث. أيها الأحباء، نحن نقابل الفئات الأربعة أيها الأحباء، فلابد عشان يعلن مجد الرب ويظهر مجد الرب، لابد أن هذه وتلك تخضع للرب ولمجده الكريم. والجزء ده أحبائي جه أربع مرات كدور نبوة في العهد الجديد، سواء في متى أو في مرقس أو في لوقا أو في يوحنا. لكن الأمر الثاني الذي أتحدث فيه، مع أشعياء 40 بنشوف بداية الحديث عن الرب يسوع المسيح لكل المجد، كنبوءة بتأتي بارتباطه بيوحنا المعمدان. بنشوف في نهاية الكتاب المقدس في سفر ملاخي، سواء أصحاح 3 أو أصحاح 4، العجب كل العجب، إن كان في سفر ملاخي يتكلم عن دينونة ويتكلم عن قضاء، فلابد إن احنا نعرف يا أحبائي إن في لطف وصرامة، والرب يسوع المسيح أتى حملا، لكن سيأتي الوقت من الأوقات ويظهر بقوته وبقدرته الأسد الذي من سبط يهوذا. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، ملاخي 3:1، هأنذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي ويأتي بغتة. كلمة هنا عجيبة، كلمة بغتة تساوي لحظة، مش فورا، لا لحظة بدون إنذار. خلي بالكم مهمة قوي، الملك بصورته العجيبة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه، اسمعوا، وملاك العهد. مين ملاك العهد؟ لا شك إن ملاك العهد هنا
يأخذ صورة الرب يسوع المسيح. ليه؟ موضوع المسرة الذي تسرون به. وزيأتي قال رب الجنود، ليك الشكر يا رب. لكن بصوا بقى، ده في دينونة هتحدث، إن كان في ملك هيحدث already، وفي امتلاك حقيقة هيحدث في المستقبل، لكن في دينونة. من يحتمل يوم مجيئه؟ من يثبت عند ظهوره؟ واتكلم عن دينونة وتمحيص إلى نهاية الحديث. مما يؤكد ذلك ملاخي 4 في عدد 5، هأنا ذا أرسل إليكم إلي النبي، وهنا بقوة أو بروح إلي، هي المعمدان قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف، وده مستقبلي وده الملك، وما بعد ذلك الدينونة. أيها الأحباء، إن يوحنا الحبيب لخص في إنجيله بالروح القدس أهم عبارة في العهد الجديد، قالها المعمدان، ألا وهي في عدد 29 من الأصحاح الأول، هو ذا حمل الله، والتي ولدت مرة أخرى في ذات الأصحاح، وفي عدد 36 هو ذا حمل الله. ونحن أحبائي بمثابة توقف ما بين المعمدان والمسيح، ونحن نستطيع أن نقول بنعمة الله من خلال القول المكتوب أمامنا، حمل الله ربنا ومخلصنا الرب يسوع المسيح. الإجابة هنا في شخصه، هو ذا حمل الله عن أي سؤال سابق، وأهم الأسئلة، أين الخروف للمحرق؟ تكوين 22 سنة، وبعد 2000 عام تأتي الإجابة، هو ذا حمل الله. نعم، أن مسيحنا بلا عيب ولا دنس كما ذكر في بطرس الأولى 1، ومسيحنا ليس في خطية في يوحنا الأولى 3، ولم يعرف خطية في كورنثوس الثانية أصحاح 5، وبلا خطية عبرين 4 قال الكلام كده، وبلا شر ولا دنس في عبرين 7. وحمل الله لابد أن ينزع الخطية وينزع أن يرفع الخطية. حينما كان حملا في أيام إبراهيم، كان نيابة وبديلا عن إسحاق، حينما كان الحمل يذبح في مصر كان بديلا عن البكر، وحينما نقرأ في أشعياء 53 ماذا صنعت يا سيد الرب مع شعبك، يقول الوحي ضرب من أجل ذنب شعبي فكان حملا بديل الشعب، نائبا عن الشعب، كفارة عن الشعب. أما الآن فهو حمل الله الذي يرفع، مش خطية إسحاق ولا خطية البكر ولا خطية الشعب الأرضي، بل خطية العالم. مبارك اسمك يا قدوس الله، يا حمل الله، يا ابن الله، مبارك اسمك إلى الأبد. بحق أنت النور الحقيقي، وبحق مهما كان المعمدان، مهما كانت شخصيته بتميزه، أصعب القول الذي ورد في إنجيل يوحنا في أصحاح 5 بالتحديد، وأرجو ملاحظة هذه الكلمة في عدد 35، كان هو السراج مش الموقد، اسم فاعل، الموقد، المنير. من الذي أنار في المعمدان؟ حمل الله. وعظمة المعمدان، وأنه أعظم المولدين من النساء وأعظم من ومن من الأنبياء، إنه رأى حمل الله، إن نبوآته معظمها تحققت عن حمل الله، وإن كلماته تشهد عن حمل الله، فهذه هي عظمة كلمته.
نعم لقد عظم الرب العمل في وبي المعمدان في البداية، لكن عمل الله في المسيح يسوع. فأيها المعمدان، أنت سراج موقد منير، قد أراد الشعب أن يبتهجوا بنوره ساعة، مجرد ساعة، لكن موضوع البهجة وموضوع النصرة وموضوع الغلبة وموضوع القلب والفكر لكل المجد هو ربنا مخلصنا الرب يسوع المسيح. أما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا، مبارك اسمك يا قدوس الله. نحن لا ننتظر معمدانا فحسب، أو يوحنا الحبيب فحسب، أو بولس فحسب، أو غيره فحسب، لكن هو يكشف عن هويته وهو يكشف عن ذاته. فقد نضعف وقد نشك ليس في شخصه أو في ذاته، لكن نضعف في تعاملاته. فمثلا نرى الشر من حولنا يزداد إلى الآن لم تأتي، وكان المعمدان يحمل جزئية من النبوة لقضاء مستقبلي. ما انت شايفهم بيعملوا ايه والشر بيزداد ايه، لكن كأنه بيقول مع التلميذين لستما تعلما من اي روح انتما. وانا بقول لكل واحد يمكن بيشك ليه يا رب سايب الكنيسة في الظروف القاسية دي الصعبة دي، اقول له حبيبي احسبوا أنات ربنا خلاصا، وهو لا يشاء أن يهلك أناسا بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. رب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر، كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. تعال إلي عزيزي، تعال إلي، هل تجد نظير له؟ هل تجد شبيه له؟ هل تجد من يساويه أو من يعادله؟ أرجوك ما تتعبش نفسك، ما تضيعش وقتك، أرجوك من فضلك تعال كما أنت. وصدقني الرب يشغلني بنفس الترنيمة دلوقتي، Just as I am، كما أنا آتي إلى فهد الورى مستعجلاً. بتقول ايه؟ يا حمل الله، يا حمل الله، هذا هو الحمل، ولكنه الان حملا ومات على الصليب حملا، مات وكان كشاة تساق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جزيها لم يفتح فاه، في قمة التسليم والتجريد كانسان كامل، ولكن سيأتي وقت من الاوقات يكون المسيح هو الاسد الذي قد غلب الاسد اللي من سبط يهوذا وهو الديان، وسيدين كل نفس بعيدة لم تقبله حملا، فهو يقدم نفسه بلطفا وبوداعة ومنتظر ومترقب عودتك. أريد من القلب إن كنت في جبل أو أكمة أو في معوجات أو شعاب، أرجو أن يعمل الرب بك وفيك أولا بالتوبة عن أي خطية وجذورها والإيمان بشخص وحده وليس سوى. دعونا نسكب قلوبنا في محضر الرب. أترك الفرصة للقيادة الإلهية بواسطة أخونا إذا كان في حد هيرنم أو يكون لنا ترنيمة قبل ما نختم بالصلاة مع الأخ يوسف سمير. هيكون لنا ترنيمة مع الأخ ديفيد عادل، قلبه حنين حبه يبين إن صليبه ده كان تكفير. تفضل أخ ديفيد، وبعدين أخونا يوسف سمير يختم لنا الوقت بالصلاة. قلبه حنين حبه يبين إن صليبه ده كان تكفير، عن خطايانا مات وفدانا نعمة غنية وحب كبير. قلبه حنين حب
حبه يبين إن صليبه ده كان تكفير عن خطايانا، مات وفدانا نعمة غنية وحب كبير. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها صوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها صوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، هو بروح عطانا حياة. هو الكلمة وهو الله، هو بروح عطانا حياة. نادى علينا وبقى لينا مينا ومرسى وشط وفلك نجاة. صرنا سفينة في يد دي أمينة، تعالى الموجة ونعلى معاه. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرددها بصوت مسموع. هو الكلمة هو الله، هو بروح عطانا حياة. هو الكلمة هو الله، هو بروح عطانا حياة. عين تحرسنا وإيد وسينا وهي عهدينا لحد سماء. مهما الغربة تبان لينا صعبة، ترسل مركب وهنلقى. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة هو الله، هو بروح عطانا حياة. هو الكلمة هو الله، هو بروح عطانا حياة. آمين. يا رب يسوع المسيح، من كل القلب نشكرك بنعظمك لأنك حمل الله الذي يرفع خطية العالم. نبارك اسمك من أجل أنك رفعت كل خطية، كل اسم، كل مذنوبية علينا، عطتنا التبرير. نشكرك، بنباركك يا رب من أجل صوتك الواضح لينا. نشكرك يا رب فعلا من أجل كل درس تعلمناه. ما نحتاجه في هذه الأيام ينبغي أن هذا يزيد وأنا أنقص. ساعدنا تزيد في بيوتنا، تزيد في حياتنا، تزيد في خدمتنا، تزيد وسط كنايسنا، تزيد يا رب. أنت اللي بتزيد في كل شيء. بنشكرك يا رب، نعظم اسمك. نعم، إن كان يوحنا المعمدان أعظم المولودين من النساء، لكن الأصغر في ملكوت الله أعظم منه. بنشكرك عطتنا عظمة لما ننتمي لملكوتك يا ابن الله الحي. نبارك اسمك من أجل هذا يا رب الدرس العظيم اللي عايز ترفعنا وعايز تعلي مكانتنا. نباركك، ساعدنا رب فعلا نعيش بحسب قصدك ومشيئتك. لا نرتقي فوق ما ينبغي، بل نرتقي إلى التعقل في كلماتنا، في تصرفاتنا. في أيام أخيرة شريرة نحتاج يا رب من يتمسك بالحق، من يا رب لا يتخلى ولا يساوم على كل أمور. يا رب نشكرك من أجل كل درس تعلمنا. علمنا أن نلتصق بيك فيعطينا عظمة حقيقية، ليست العظمة في مكانة ولا شهادة ولا شهرة، لكن العظمة في انتمائنا لشخصك يا رب. بركة الخدامك وكل من استخدمته في صلاة في ترنيم. استخدم يا رب هذا البرنامج ليكون بركة لكثيرين ورجوع كثيرين في اسم الرب يسوع المسيح، لكل كرامة ومجد الأبد. آمين. أشكر حضراتكم جدا على وقتكم وعلى كل مشاركة من المصلين والمتكلمين والأخونا المرنم الأخ ديفيد.
وكل شخص ربنا يبارككم ويعوضكم ويبارك وقتكم. والحقيقة تشجعت جدا لما شفت دلوقتي أصدقاء ليا في العمل وأصدقاء كتير في الدراسة كانوا بيشاهدوا البرنامج، فأنا برحب بيهم وبشكرهم على وقتهم، وبشجع إخواتي كلهم اللي على زوم وعلى فيسبوك إن إحنا لو عندنا القدرة إن إحنا نعمل شير حتى بعد البرنامج، ده هيكون شيء مشجع جدا لكل شخص نعرفه ما نعرفوش، هيكون بركة جدا لي إن تصل لي رسالة الحياة وكلمة الحياة. ربنا يباركنا بكل كلمة سمعناها النهاردة ويبارك إخواتي الحاضرين، وبنفكركم إن هنتقابل السبت الجاي مع بعض في حلقة جديدة في حياة وآلام المسيح السلسلة اللي بدأت معاكم. على خير.